المريض حاجة اسمها مستحيل، بالاجتهاد والمثابرة والتعب نقدر نعمل أي حاجة حتى لو كانت صعبة. أنا هبة عاطف علي أسعد، طالبة في بكالوريوس إعلام بجامعة AOU قسم إذاعة وتلفزيون، وأنا عندي 23 سنة ومسيرة مسرح الشم، وأول مضيفة طيران من فئة التاون سنتروم. عملت كل ما يتعلق بال ايه بالمتيفه، قلت الاساتذات جبت لهم الشاي والنسكافيه والقهوه والاكل والعصاير والنسكافيه والحلويات والمكملات. الفكره اصلا جميله جدا، والفكره كانت من الامم المتحده، وبذكر شركه بتر للطيران على اليونيفورم الرائع ده. الرحلة بتاعتي ما كانت في مشاكل خالص، انا كنت خايفة لاني انا عالمية بواجه جمهور كبير فمتعودة. انا غيرت نظرة المجتمع، دخلت مدرسة بدون تمك والجامعة بتاعتي بدون تمك، يعني منهج خاصة ما كانت فيه، يعني امتحنت زي طلبة عاديين. حلم التنمية والتحيتها بتاعت يعني ما فيش حاجة اسمها مستحيل، بالاجتهاد والمثابرة والتعب نقدر نعمل أي حاجة حتى لو كانت صعبة.